تحدثت عن الأمن الاجتماعي، فما هي المشاكل التي يعاني منها يعني المتقاعد ويعني من هذه الناحية، وما هي المشاكل التي قد تحدث خلل في الأمن الاجتماعي السعودي؟ هو طال عمرك مثل ما ذكرتم في التقرير السابق، يعني الذين تمت المقابلة معهم طرحوا هموم متعددة، فمنها طبعا ضيق ذات اليد، ومنها الفراغ، ومنها يعني عدة أمور تجر إلى مخاطر لم يذكروها، لكن منها يعني في قطاع من المتقاعدين اللي هم صف الضباط والأفراد يتقاعدون وأعمارهم في الأربعين، فهؤلاء أولادهم لا زالوا في المراحل الابتدائية والمتوسطة، فالأب الذي راتبه 2000 أو 3000 أو 1700 يعني كيف يلبي احتياجات، كيف يقيم بيتا في الغالب في الأجار ويعول أسرة من كذا يعني فرد من الأفراد؟ هؤلاء الناس يعني هل الأبناء يشوفون أقرانهم في المدارس وأقرانهم في الشوارع يقودون سيارات فارهة ويسكنون في فلل ومحلات أخرى؟ فهنا تبدأ الغيرة ثم الضغينة ثم الحقد على المجتمع، وهذا يعني لها خطورة على أمن المجتمع. فالإنسان إذا فرغ بطنه لم يعد يرى ما أمامه. طيب، ولذلك يعني الجمعية تنبه إلى خطورة مثل هذا على أمن المجتمع. يعني في جوانب أخرى يمكن أيضا تذكر يعني تتعلق في الأمن، فهي أمن الأنفس وأمن الصحي والأمن المعيشي. فالإنسان عنده 3 أمور أساسية فيه: ملبسه ومأكله ومسكنه. نعم. والإسلام ألزم بيت الدولة من خلال بيت المال أن توفر للمواطن عيشة الكفاية وليست عيشة الكفاف. يعني 1700 يعني تضمن للإنسان أنه ما يموت، لكنها لا توفر له كفايته، وبالتالي يعني هنا تبدأ الضغينة ويبدأ الحقد والكراهية للمجتمع، وظواهرها نشاهدها أحيانا في تكسير السيارات الموجودة في الشوارع، أو ارتكاب المراهقين لمخالفات يعني اجتماعية إلى لا سمح الله الترويج والتعاطي المخدرات هروبا من الواقع. فهذه أمور يعني خطرة ومسبباتها معروفة، يعني الحاجة في الغالب تؤدي إلى مثل هذه الانحرافات. نعم. أستاذ خالد، مجلس الشورى وافق على زيادة سنوية بنسبة 5% للمتقاعدين. برأيك هل يعقد المتقاعد ذو الراتب البسيط آمال على زيادة طفيفة على مرتبه، فيما هي زيادة كبيرة بالنسبة لأصحاب المرتبات الكبيرة؟ أول شكرا على هذا السؤال، يبدو لي أن السؤال مهم. يعني احنا نبغى طب هو السؤال الدكتور خالد، راح نرجع لك فيه دكتور علي، بس خلي الدكتور خالد بس يجاوب عليه ونعيد. طيب آسف. تفضل دكتور. والله انا يعني انا الحقيقه ايش ابغى اقول، يعني مساله الاستفاده من المتقاعدين من خبراتهم كنت اتمنى ان يعني يبقى اجابه الدكتور علي الاستفاده، فلا حيل له حتى استفيد، وخلي تعليقي ما يخالف يعني لو. طيب تفضل دكتور علي. هو بطبيعه الحال يعني العلاوة يعني محتاج ضرورية ومطلب من المطالب، والجمعية الوطنية للمتقاعدين تشكر رئيس الشورى على اهتمامه بهذا الجانب وخروجه بهذه التوصية، والجمعية تعقد أعمال على موافقة خادم الحرمين وولي عهده على ما رفع إليهم. هذا طبعا ستساعد على إحداث انفراج من يعالج التضخم المالي السنوي، لأن الراتب كالمعاش يتناقص بتأثير التضخم،
المالي سنويا، لكن هذا يعالج إلى يعني يستفيد منه المتوسط فما فوق المتوسط من المتقاعدين، اللي في الدرجة الدنيا من المتقاعدين ومعاشاتهم قليلة، وهؤلاء يحتاجون إلى رفع الحد الأدنى بحيث أنها تتواكب هذا الجانب مع جانب العلاوة السنوية، ويحدث التحسن الملموس إذا الله وفق به يعني من هذا الجانب. فهذا ما نعقد عليه الأمال في طيب. إن شاء الله نعم. فيما رفع يعني بهذا الخصوص. نعم دكتور علي، سمعنا أن هناك اتصالا بينكم وبين الهيئة العامة للإسكان لتوفير أجزاء من مشاريع الإسكان الجديدة خاصة بالمتقاعدين، فهل هناك أخبار جديدة حول هذا الموضوع؟ طبيعة الحال هذا مطلب من المطالب سبقا رفع عنه، ونحن يعني في الجمعية نتجه إلى طبعا هناك مشاريع كثيرة، يعني منها مشاريع إسكان ومنها البنك العقاري. طبعا العقاري أصبح لا يستفيد منه المتقاعد يعني في هذه الحال، لكن هناك برنامج المساكن المؤسسة العامة للتقاعد الذي ذكرنا صفاته غير المشجعة، وهيئة الإسكان الشعبي الذي كانت أنيطت سابقا في وزارة الشؤون الاجتماعية وقبل أن تنتهي الدراسات ويبدأ وتحديد الاحتياجات ويبدأ العمل، شكل هيئة اسمها هيئة الإسكان، والآن أيضا تدرس هذا الموضوع، وأهل الجمعية يعني تتأهب بالاتصال بالهيئة مباشرة، مع أن هذا المطلب سبق الرفع يعني للجهات العليا. هناك أيضا مساكن خيرية، يعني مشاريع إسكان خيرية مثل مشروع الملك عبد الله لوالديه، ومشروع الفيصلية، ومشروع الأمير سلمان الخيري، هذا طبعا مقصور على الرياض، مشروع الوليد بن طلال، يعني هذه طبعا موجهة لمحتاجين وفقراء المجتمع، لكن الجمعية تأمل أن يكون للمتقاعد نصيب من هذه المشاريع، سواء الحكومية اللي تتمثل بهيئة الإسكان أو في المشاريع الخيرية. طبعا الجمعية تركز على مسألة المتقاعدين لأنهم ناس خدموا الوطن وخدموا الدولة، وأصبحوا في مرحلة من المراحل يستحقون المبادلة النفعية، كما نفعوا الوطن ونفعوا المجتمع ينبغي أن يتوقعون من المجتمع ومن الدولة أن توفيهم مقابل ما قدموه في واجبهم لهذا الوطن. نعم.